أهلا بكم إلى نشرة التاسعة من قناة ليبيا الأحرار. البداية كالمعتاد بأبرز العناوين. قوات الوفاق تبسط سيطرتها على معسكر الصواريخ بخلة الفرجان وتعزز مواقعها بأغلب محاور القتال جنوب طرابلس. الأعلن الدولة يطالب السراج باتخاذ مواقف رادعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه تدخلات الدول الداعمة لحفتر. سفراء دول غربية كبرى يؤكدون دعمهم للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بصفتها المؤسسة الوحيدة الشرعية في البلاد. قال أمير غرفة العمليات الميدانية ببركان الغضب أحمد أبو شحمة إن قوات الوفاق عززت من تمركزاتها في كل المحاور وأن مسلحي حفتر في تراجع مستمر، مضيفاً أن كافة المحاور تشهد هدوءاً ولا وجود لأي قصف. وأكد أمير غرفة العمليات الميدانية ببركان الغضب اللواء أحمد بوشحمة لليبيا الأحرار سيطرة قوات الوفاق على معسكر الصواريخ بمنطقة خلة الفرجان. بجيش من المشاة فقط تمكنت قوات الوفاق من صد واحدة من أكبر الهجمات التي نفذها مسلحو حفتر منذ بدء عدوانهم على طرابلس مطلع إبريل الماضي، بل واستطاعت استعادة السيطرة على مواقع كانت فقدتها في بداية الهجوم، بينها معسكر الصواريخ الواقع في منطقة خلة الفرجان. الناطق باسم قوة مكافحة الإرهاب عبد الباسط تيكا قال إن هجوم مسلحي حفتر على محوري الخلاطات واليرموك استمر حتى صباح الأحد، حيث حاولوا من خلاله تحقيق تقدم على الأرض بهدف تعويض خسائرهم السابقة. وبحسب تصريحات تيكا للأحرار فإن قوات الوفاق لم تستخدم أي من المدرعات أو الآليات العسكرية في صد هذا الهجوم بسبب الطيران الأجنبي الداعم لحفتر والذي نفذ غارات بشكل مكثف إلى جانب قصف مدفعي نفذته سرية روسية وآخر بقذائف الهاون نفذته سرية مصرية بحسب تيكا. من جهتها قالت قوة الردع والتدخل المشتركة بوسليم إنهم صدوا محاولة من مسلحي حفتر للتقدم في محور الخلاطات وأنها كبدت مسلحي حفتر خسائر في الأرواح والعتاد أثناء محاولتهم الفرار من الاشتباكات. عملية بركان الغضب أكدت بدورها أن هذا الهجوم تزامن مع قصف نفذه طيران إماراتي مسير على المباني السكنية بمشروع الهضبة، الأمر الذي أسفر عن إصابة أفراد عائلة بجروح خطيرة أدخلوا على إثرها إلى وحدة العناية الفائقة. كما أعلنت العملية إسقاط طائرة استطلاع مسيرة روسية الصنع في محور عين زارة، هي الثانية من نوعها بعد الأولى التي أسقطتها قوات حماية وتأمين سرت أبريل الماضي. ورغم الدعم الإعلامي والمالي والعسكري المقدم لحفتر إلا أنه لم ينجح وفق البعض في التقدم على الأرض ولو خطوة واحدة، بل انتقل من مرحلة الهجوم على طرابلس إلى مرحلة الدفاع عن ترهونة، ما يكشف حجم الإنهاك الذي أصاب مسلحيه بعد مرور أكثر من 5 أشهر على إطلاق عدوانه على العاصمة. في ذات السياق أكد آمر محور عين زارة يوسف لمين صد قوات الوفاق محاولة تقدم لمسلحي حفتر في محاور الاستراحة الحمراء واليرموك الذي كان مدعوما بالطيران الأجنبي والمرتزق الأفارقة بشكل مكثف، مؤكدا محافظة قوات الوفاق على كافة تمركزاتها. هذا وأفاد مراسل الأحرار أن قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق سيطرت الأحد على معسكر الصواريخ بعد معارك مع مسلحي حفتر وأسرت عددا من مسلحي حفتر في أحد المحاور التي تقدموا فيها، مشيرا إلى أن الاشتباكات تجددت بشكل عنيف في منطقة السبعة وذلك بعد أن تقدمت قوات الوفاق في أكثر من محور. We'll be right back.
والمزيد من المعلومات حول آخر التطورات الميدانية في مختلف محاور القتال معنا مراسلنا من العاصمة طرابلس عبد الوهاب مليطان. عبد الوهاب، هل ما تزال الاشتباكات متواصلة حتى الآن في محور سبيعة؟ نعم، لازالت الاشتباكات متواصلة، وهناك محاولة قامت بها قوات حفتر من جهة بئر علاج بالهجوم على في محاولة منهم بالهجوم على منطقة عين زارة، منطقة آسف العزيزية، ولكن قوات حكومة الوفاق الوطني كانت لهم بالمفاد وتصدت لهذا الهجوم. الاشتباكات لا زالت مستمرة، لم تنقطع. الاشتباكات ربما خفت حدتها في بعض الأحيان، ولكن هي مستمرة طول اليوم منذ يوم الأمس. أحيانا تشتد في محور وتهدأ في محور آخر، ولكن بشكل عام الاشتباكات شبه مستمرة في جميع المحاور. ربما بعضها يخف حدته، يعني ينزل إلى مستوى المناوشات، ولكن بشكل عام الاشتباكات نزلت مستمرة في جميع المحاور. محاولة بحسب ما قال لنا قائد عسكريون أن محاولة أخيرة لقوات حفتر في محاولة منهم لإشياء العاصمة، ولكن قوات حكومة الوفاق الوطني كانت لهم بالمرصاد وتصدت للهجوم الذي حاولت القيام به اليوم على في محوري بير علاج وكذلك في صرحات. طبيعة الأسلحة المستخدمة، حتى نتحدث فقط عن محور سبيعة دون سواها عبد الوهاب الآن، طبيعة الأسلحة المستخدمة في هذه الاشتباكات، هل الاعتماد فقط على الأسلحة الثقيلة؟ بالنسبة للاشتباكات يستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة من متوسطة وخفيفة وثقيلة، جميع أنواع الأسلحة تستخدم خاصة عندما تشتد الاشتباكات وتصبح عنيفة، بجميع أنواع الأسلحة تستخدم فيها. تبدأ بداية بالاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمدفعية، ومن ثم تتدرج متوسطة إلى وتنزل إلى خفيفة عندما يدخل المشاة إلى محاور القتال ويبدأ القتال عن طريق المشاة. هل رافق العمليات العسكرية اليوم عبد الوهاب أي طلعات جوية بالنسبة لقوات الوفاق أو الطرف الآخر بالنسبة لقوات حفتر؟ هل تعتمد بشكل كلي على الطيران؟ بالنسبة لسلاح الجو التابع لقوات حكومة الوفاق الوطني لم يفصح عن أي طلعات. جميع يبدو أن هناك بعض الطلعات ولكنه لم يفصح عنها. فقد أكد لنا قد عسكريون أن سلاح الجو نفذ عددا من الطلعات الابتكارية، ولكن سلاح الجو لم يفصح عنها. بالنسبة لقوات حفتر فالطيران هو يعتبر الطرف الرئيسي والأساسي لهم في محاور القتال أثناء محاولتهم التقدم أو أثناء محاولتهم حتى أثناء دفاعهم عن تمركزاتهم. فالطيران سواء من المسير أو الطيران الحربي المقاتل يكون متواجد، وهو الذي له الحظوة لدى قوات حفتر في محاور القتال سواء في جنوب العاصمة طرابلس أو في مناطق الوسطى. أنت كنت تتحدث قبل قليل عن ربما القادة يقولون أنها قد تفهم على أنه المحاولة الأخيرة من قبل مسلحي حفتر، محاولة اختراق أي محور في العاصمة طرابلس، لكن نعم التركيز اليوم عبد الوهاب التركيز اليوم على سبيعة. نعم لماذا؟ نعم، بحسب ما قال لنا قائد عسكريون أن هذه تعتبر من ضمن المحاولات الأخيرة وحتى النظر لأنها منذ حوالي شهرين لم تعتمد إلا على الطيران ولم ولا يعني لا تتوفر لديها القوات التي تستطيع بها اختراق دفاعات أو صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني. وذلك بحسب ما قالوا لنا يظهر جليا في محاولاتهم المتعددة والمتكررة خلال الأسبوعين الماضيين في محاولة لاختراق أي صف من صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني. وكان آخرها يوم أمس الذي تمكنت من خلاله قوات حكومة الوفاق الوطني من صد الهجوم في محور خاصة محور اليرموك، وتقدمت من خلاله واستطاعت السيطرة على معسكر ما يعرف بمعسكر الصواريخ الذي يقع بعد معسكر اليرموك. ما أهمية هذا المعسكر عبد الوهاب، وكيف سيؤثر على سير المعركة في قادم الأيام بحسب التواصل أيضا؟ بالنسبة لمعسكر الصواريخ هو القيمة المعنوية أكبر منها قيمة جغرافية وعسكرية، بحسب ما قال لنا
هو فقط يعني نستطيع القول انه تصبح من خلاله يعني قوات حسر يعني لو تقدم قوات حكومة الوفاق الوطني واستطاعت الوصول إلى الكوبري أو الجسر الذي يقع بعد معسكر الصواريخ، فإنها تطبق الخناق على قوات حفتر المتواجدة حول مطار طرابلس العالمي، وكذلك تفصلها عن باقي القوات جميعها في محاور القتال. شكرا لك عبد الوهاب مليطان مراسلنا من عاصمة طرابلس، سنتواصل معك إن كان هناك أي جديد على مستوى العمليات العسكرية على الأرض. ونبقى مع تداعيات العدوان الذي خلف أزمة إنسانية تتسع يوما بعد آخر وسط تزايد أعداد القتلى والنازحين من مناطق الاشتباكات. ومع دخول الحرب شهرها السادس يتواصل تأثيرها بشكل مباشر على المدنيين وحياتهم اليومية، إضافة إلى تداعياتها حال استمرارها أشهر أخرى على الوضع الاقتصادي في ليبيا. بعد مرور أكثر من 170 يوما على عدوان حفتر، ما زال المدنيون يدفعون الفاتورة الأكبر، إذ زادت الحرب المستعرة من معاناة المواطنين وتسببت الاشتباكات في نزوح آلاف العائلات من منازلها، وأصبح أفرادها يقيمون إما في مساكن مستأجرة أو داخل مراكز للإيواء أو حتى في المدارس. ومع تصاعد حدة المعارك وسقوط القذائف العشوائية على المناطق المأهولة بالسكان، أخذ عدد النازحين في الارتفاع، إذ أحصى يوسف جلال وزير النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق عدد المواطنين الذين تركوا منازلهم بأكثر من 24 ألف عائلة، بما يعادل 140 ألف مواطن. إضافة إلى أزمة النزوح، تصاعدت المشاكل المعيشية التي تهدد بتفاقم الوضع الإنساني وتدهور الوضع الاقتصادي، خاصة أن الاشتباكات أثرت سلبا على الأسواق وسط ارتفاع معدلات التضخم وعدم قدرة النازحين على المقاومة. ورغم الجهود الحكومية التي أكدتها بيانات وزارة الداخلية ووزارة شؤون النازحين والمهجرين اللتين ما زالتا تعلنان عن دراسة برامج وقرارات بشأن النازحين، إلا أن جهود معالجة أزمة النازحين تتولاها بشكل أساسي الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية التي تنشط في هذا المجال. تأثيرات الحرب لم تتوقف عند حد تهجير السكان، فمصابو الحرب من المدنيين يمثلون جانبا آخر من تلك المعاناة، إذ أكد تقرير منظمة الصحة العالمية الأخير أن الأطقم الطبية في ليبيا أجرت 152 عملية جراحية، بينها عمليات جراحية كبرى استهدفت إنقاذ حياة بعض المصابين بإصابات بليغة، وبلغ عدد الجرحى وفق ذات التقرير الذي صدر منتصف يوليو الماضي أكثر من 5500 شخص، بينهم نحو 300 مدني منذ بدء الحرب في الرابع من أبريل الماضي. أعلن مجلس أعيان وحكماء مدينة الزنتان رفضه الكامل لعودة عسكرة الدولة والتمسك بالدولة المدنية ونبذ التعصب القبلي والجهوي. وأكد المجلس في بيان له الأحد ضرورة بناء قاعدة شعبية تدعم دولة القانون والمؤسسات وترفض عودة الاستبداد والشمولية، مشددين على أهمية إجراء الاستفتاء على الدستور في أسرع وقت ممكن وإجراء انتخابات حرة ونزيهة برعاية الأمم المتحدة والدول التي تدعم المسار الديمقراطي. قرر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة إيقاف جميع التعاملات المباشرة مع ترهونة عقب فشل المساعي بين أعيان بن وليد وترهونة للإفراج عن اثنين من أبناء بن وليد. هذا القرار جاء بعد أسبوع من إدانة أعيان وحكماء المنطقة الغربية الممتدة من سرت وحتى رأس جدير كافة عمليات الاغتيال والتصفية والقتل خارج نطاق القانون في مدينة ترهونة التي تطال الأبرياء في المدينة. يعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في خطوة تصعيدية للرد، قرر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة إيقاف جميع التعاملات المباشرة مع ترهونة عقب فشل المساعي بين أعيان بن وليد وترهونة للإفراج عن اثنين من أبناء بن وليد. المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة حمل في بيان مصور الأحد أعيان مدينة ترهونة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية المسؤولية التامة عن اختطاف اثنين من أبناء بن وليد
وتغييبهم في تلهونة وفق قولهم. تحميل الجهات العسكرية والأمنية والاجتماعية بترهونة مسؤولية مصير أبنائنا، ونحملهم عواقب الفتنة الناتجة عن الواقعة بين المدينتين. ثانيا، يوقف المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة التواصل والتعامل مع الجهات المذكورة لما لمسه من عدم تجاوب مع القضية. إيقاف التعامل مع ترهونة لم يكن الخطوة الأولى من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، حيث طالب المجلس الأيام الماضية المسؤولين في ترهونة بالكشف عن مصير الشخصين المغيبين قسرا، إلا أن هذه المطالب لم تلقى أي تجاوب. هذا البيان جاء بعد أسبوع من إدانة أعيان وحكماء المنطقة الغربية الممتدة من سرت وحتى راس جدير كافة عمليات الاغتيال والتصفية والقتل خارج نطاق القانون في مدينة ترهونة التي تطال الأبرياء في المدينة. دعوا فيها البعثة الأممية إلى أن تكون على قدر أكبر من النزاهة والحياد وإبراز الجرائم التي تشهدها المدينة ومحاسبة المسؤولين عنها. ندين ونجب بأشد العبارات كل من يحدث في مدينة ترهونة من عمليات اغتيال وتصفية وقتل خارج القانون للأبرياء العزل، ونؤكد على ما جاء ببيان المجلس الرئاسي الصادر بالخصوص. قيادات مدنية وعسكرية من ترهونة ورطت المدينة في صراعات مع جيرانها، وزجت بالشباب في حروب وصراعات وعداوات مع مدن أخرى، ضاربين بعرض الحائط العلاقات التاريخية التي تمتد مئات السنين، خاصة مع حملات التحريض التي انطلقت مؤخرا خلال مراسم تشييع الكاني ومن معه، حيث حث رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ترهونة صالح الفاندي أهل ترهونة على حمل السلاح والالتحاق بالمحاور، بينما دعت شخصيات أخرى لتصفية كل من يعارض ما تقوم به ميليشيات الكاني، في وقت كان ينتظر فيه الكثيرون من هذه الشخصيات أن يتركز دورها في الرجوع عن قرار المشاركة في العدوان على طرابلس والبحث عن حلول للتهدئة وحقن الدماء. ينضم إلينا عبر الهاتف من الزنتان نائب رئيس اللجنة الاجتماعية بالزنتان السيد عمار أبو كراع. سيد أبو كراع، أهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبتين بكم. أصدرتم بيان بضرورة بناء قاعدة شعبية تدعم مدنية الدولة، كيف ومتى سيتم العمل على ذلك أولا؟ طبعا مدنية الدولة هذه من أهم أهدافنا والعمل عليها، وأنشأنا مجلس أعيان ومشايخ زنتان من ضمن أهدافه هو بناء قاعدة اجتماعية متينة وبناء دولة القانون والمؤسسات. نعم. طيب، هذه القاعدة هل مقتصرة فقط على الزنتان أم نتحدث على كل مناطق المنطقة الغربية؟ لا، بصفة عامة، الليبيين بصفة عامة، غربية ولا زنتان، كل الليبيين نناشدهم بتكثيف الاتصالات وبنبذ الفرقة والعنف والاجتماع لبناء دولة القانون والمؤسسات. طيب، هل بدأتم في التواصل مع أعيان وحكماء المناطق الشرقية والغربية وغيرها لتحقيق أو البدء في بناء هذه القاعدة؟ الآن المجلس حديث الإنشاء، وإن شاء الله عنده برامج كثيرة، وإن شاء الله بتواصل مع كل مناطق ويدعو للحوار المجتمعي بين الليبيين ولبناء الدولة المنشودة إن شاء الله. طيب سيد بكرة، أنتم كلجنة اجتماعية هل لكم أي مساعي يعني لرأب الصدع المتنامي حاليا بفعل الحرب؟ والله احنا دورنا كلجنة اجتماعية لدينا تواصل مع معظم مدن المنطقة الغربية، ولدينا لقاءات وتشاور وسعيف، هل نسعى وإن شاء الله ربي يوفقنا. أشكرك السيد عمار أبو كراع نائب رئيس اللجنة الاجتماعية بالزنتان، حدثتنا من الزنتان عبر الهاتف. دعا المجلس الأعلى للدولة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى اتخاذ موقف رادع تجاه ما سماها التدخلات السافرة للدول المتورطة في الانقلاب على العملية السياسية. وشدد الأعلى للدولة في بيان له السبت على ضرورة تناسب الموقف المتخذ في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع حجم تضحيات الجيش الليبي المدافع عن العاصمة ضد من وصفها بميليشيات حفتر وفق البيان.
قوات الوفاق أجهدت السبت هجوما مسلحا لحفتر المدعوم جويا، وأفشلت محاولتهم الجديدة لاختراق طوق الدفاع عن العاصمة من عدة محاور، وبدل المدافعون عن طرابلس في هذه المعركة النفس والنفيس. وعقب إشادة مجلس الدولة بهذا النجاح لقوات الوفاق وتثمينه لصمودهم، توجه بدعوة إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، حثه فيها على القيام بالدور المتمم لهذا الصمود والمتناسب مع تلك التضحيات التي يبذلها الرجال المرابطون حول العاصمة. المجلس الأعلى دعا السراج إلى اتخاذ موقف قوي خلال حضوره لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقده الثلاثاء القادم في نيويورك، من أجل ردع الدول التي تورطت في دعم عدوان حفتر على الليبيين في عاصمتهم وانقلابه على العملية السياسية، ومدته بالأسلحة الحديثة والخبراء وجندت المرتزقة ليقاتلوا معه. ووفق البعض فإن لهجة الرئاسي تصاعدت في الآونة الأخيرة تجاه الدول الداعمة لحفتر تزامنا مع التغيرات على الأرض، فقد استنكر السراج في أول رد فعل له على التدخل الإماراتي منذ بدء العدوان مواقفها العدائية وسماحها لأحمد المسماري بعقد مؤتمر صحفي في أبوظبي للتحريض على سفك دماء الليبيين. كما سبقت دعوة الأعلى للدولة تصريحات لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج خلال لقائه في روما رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أكد خلالها أنه لم يعد المعتدي، وهنا يقصد حفتر شريكا في الحل السياسي، مجددا حرصه على دحر العدوان وإنهاء مشروع عسكرة الدولة. أكد سفراء دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى جانب الإمارات دعمهم الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بصفتها المؤسسة الوحيدة الشرعية في البلاد. ويأتي البيان بعد يوم من تأكيد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلا توفر المحروقات ووقود الطيران بالمنطقة الشرقية بعد اتهامات للمؤسسة بوقفها من قبل حكومة إثني. المجتمع الدولي يؤكد مجددا دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بصفتها المؤسسة الوحيدة الشرعية في البلاد. سفراء دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى جانب الإمارات شددوا على ضرورة توحيد المؤسسات الاقتصادية في ليبيا بدلا من تقسيمها بهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، مؤكدين دعمهم بشكل كامل للمؤسسة الوطنية للنفط ودورها الحاسم نيابة عن جميع الليبيين وفق نص البيان. تأكيدات تأتي بعد أيام فقط من افتعال حكومة إثني أزمة نقص وقود الطائرات في المنطقة الشرقية عبر ادعاءات من مصلحة المطارات بحكومة إثني بشأن إيقاف حكومة الوفاق إمدادات الوقود للمنطقة، ادعاءات فندها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلا. ويطرح ظهور اسم دولة الإمارات في الكثير من بيانات المجتمع الدولي بشأن المؤسسة الوطنية للنفط الكثير من الأسئلة حول ازدواجية معاييرها، فهي من ناحية تؤكد رفضها تقسيم مؤسسة النفط في ليبيا، ومن ناحية أخرى تعمل لتسويق النفط للمؤسسة الموازية في بنغازي عبر شركات تابعة لها في دبي وأبوظبي. فهل ستسهم تأكيدات المجتمع الدولي الجديدة في وقف محاولات حكومة إثني تقسيم مؤسسة النفط؟ أم ستستمر محاولاتها والتي دائما ما تأتي بعد كل عملية عسكرية لمسلحي حفتر؟ الأمر الذي يضع الكثير من علامات الاستفهام حول هذه المحاولات. أكد رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان أرشانج على شرعية حكومة الوفاق في ليبيا. جاء ذلك خلال استقبال رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى وفد ليبيا رفيع المستوى برئاسة المبعوث الشخصي للمجلس الرئاسي ومدير عام شركة الاستثمارات الأفريقية بمقر الرئاسة بالعاصمة بانجي. وأكد أرشانج على خلال اللقاء حرص بلاده على توطيد العلاقات وتعزيز وتطوير التعاون مع ليبيا بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين والبلدين ودعم وحماية الاستثمارات الليبية في بلاده بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة منها.
طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والمؤسسة الليبية للاستثمار باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاستثمارات الليبية داخل الأراضي المصرية. وطالب شكشك في بيان له بنقل كافة الاستثمارات الليبية الموجودة في مصر إلى إحدى الدول الأخرى التي تجعلها في مأمن من التنفيذ عليها في ظل وجود أحكام قضائية وتحفظ على أموال المصرف المركزي في بنك قناة السويس وفق البيان. النشر مستمر وفيها بعض الفاصل. المزارعون في وادي الأجال يشرعون في جني ثمار النخيل ومخاوف من تراجع الإنتاج هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية. نلخص لكم أبرز الأخبار في الصحافة الغربية وننقل لكم بكل موضوعية آراء أكثر الكتاب متابعة وأهمية. نقدم لكم كل هذا في زاوية صحفية أسبوعية لنختصر عليكم الوقت والجهد. كل هذا في The Press Corner. لم تكن طرابلس أو أويا بمنأى عن هذا الازدهار. مقبرة ميترا أحد أهم المواقع الأثرية لمراقبة أثار طرابلس. مسجد أحمد باشا هو أحد أجمل المساجد داخل المدينة القديمة في طرابلس. يحتضن مختار المبقع مقتنياته في حنو الأب الخائف على أطفاله من الضياع. يعطوني ميزانية ذهب منبيح بكرة صغير يبدأ ينعس فيها النوم ما هو العز بينا وما بعد ذلك يشد القصبايا فيني أنت وأنت زي القطوس أنت دي ما ودي ما أنت رجل. والدي من 34 من أول ما خش من فنون الصنايع أول ما تعلم الطريزة الأول محتار يخش على الفضة طبعا. صمم هذا المبنى المعماري الإيطالي فلورستانو دي فاستو. قوات الوفاق تبسط سيطرتها على معسكر الصواريخ بخلة الفرجان وتعزز مواقعها بأغلب محاور القتال جنوب طرابلس. الأعلى للدولة يطالب السراج باتخاذ مواقف رادعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه تدخلات الدول الداعمة لحفتر. سفراء دول غربية كبرى يؤكدون دعمهم للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بصفتها المؤسسة الوحيدة الشرعية في البلاد. أهلا بكم من جديد. نفى مصدر من عائلة عضو مجلس النواب سهام سيرجيوا الأخبار المتداولة عن إطلاق سراحها وعودتها إلى منزلها. وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أنه حتى هذه اللحظة لم يعرف المكان أو الجهة التي تحتجز النائبة سيرجيوا. في السياق ذاته قال مصدر من وزارة الداخلية في بنغازي إن مصير النائب سهام سيرجيوا لا يزال مجهولا حتى اللحظة. هذا وكانت مجموعات مسلحة تتبع الكتيبة 106 بقيادة صدام حفتر ومسلحين أو ما يعرف بكتيبة أولياء الدم قد اختطفوا عضو مجلس النواب سهام سيرجيوا من منزلها في 17 من يوليو الماضي بعد أن قاموا بالاعتداء على زوجها وابنها. في سياق ذي صلة شددت هولندا على ضرورة تحميل المسؤولية الكاملة لمرتكبي أي انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا. وقال السفير الهولندي لدى ليبيا لارس تومريس عبر تغريدة له في تويتر إن وفد بلاده أكد خلال اجتماع حول الأزمة الليبية في جنيف على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان الخميس الماضي أكد أهمية محاسبة مرتكبي الجرائم باعتباره أمرا أساسيا لتحقيق الاستقرار في ليبيا بحسب وصفه.
شرعت الإدارة العامة للدعم المركزي فرع تاجورة بتسيير دوريات ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج الحدود الإدارية لبلديتي تاجورة والجربولي. وانطلقت الدوريات من وادي ترغت حتى الإشارة الضوئية البيفي على أن تستمر طيلة 24 ساعة لتأمين المواطنين والممتلكات العامة والتصدي لأي خرق أمني بحسب الخطة الأمنية الصادرة من قبل جهاز الدعم المركزي. هذا وكلفت الإدارة العامة للدعم المركزي عناصر الجهاز لتأمين مصرف الجمهورية وسط تاجورة، لتأمين توزيع السيولة النقدية وضبط أي شخص يحاول عرقلة سير العمل وفق مكتبها الإعلامي. بحث مدير أمن غريان العميد عمر الخضراوي في اجتماع مع فروع الأجهزة الأمنية بالمدينة تنفيذ قرار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بخصوص إنشاء غرفة أمنية مشتركة. وقال الخضراوي خلال الاجتماع أن إنشاء الغرفة سيسهم في ضبط مداخل غريان ومخارجها وفرض السيطرة الأمنية وضبط المجرمين والخارجين عن القانون وفق قوله. المكلف بعمل معين المبدع هو اللي يستطيع يشتغل رغم الظروف الصعبة وقلة الإمكانيات. بعد الحصول على الدعم الكافي من آليات وتنفيذا لقرار وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتح بشاغة بشأن دعم الغرفة الأمنية المشتركة غريان التي عقد أعضاؤها اجتماعا موسعا ضم كافة الإدارات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالمدينة، وذلك لوضع الترتيبات النهائية لمباشرة عمل الغرفة الأمنية. نتيجة النقص اللي موجود في داخل المديرية وعملية عدم تشظي العمل الأمني وعدم التنسيق بين الأجهزة الأمنية، فكان لابد من إنشاء غرفة للقيادة والسيطرة تضم جميع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الموجودة في غريان، بحيث يكون عملية التأمين عملية تضامنية من قبل الأجهزة الأمنية كاملة، عملية القدرة على حصر القوة العمومية لهذه الأجهزة الأمنية وتفعيلها وتكليفها بمهامها المنوطة بها، معرفة العوائق والمشاكل والنقص ومعالجة هذه المشاكل، نفس الشيء القيام بجميع المهام الأمنية لهذه الأجهزة بشكل عمل جماعي أم عمل أمني جماعي. الخطط الأمنية التي أقرتها مديرية أمن غريان تأتي تنفيذا لقرار وزارة الداخلية إنشاء الغرفة الأمنية المشتركة، وحرصت المديرية منذ استلامها لزمام الأمور قبل عدة أشهر على التواصل لضمان الدعم الاستثنائي من وزارة الداخلية لتحسين الوضع الأمني بالمدينة. بجهود العناصر التابعة للمديرية سواء كان من ضباط وضباط صف أو أفراد أو موظفين من الجهود المتكاتفة فيما بينهم، لوحد في الفترة الأخيرة هناك تمركزات أمنية جدا طيبة أفضل من الفترة السابقة، وهناك دوريات صباحية ودوريات مسائية، هناك تأمين لمحطات الوقود، هناك تأمين للمرافق والمنشآت الحيوية، ومن خلال حتى الاستطلاعات للرأي العام في الشارع لوحد المواطن أن هناك يعني مجاهرة بالأمن في الفترة الحالية هي أفضل من الفترة السابقة، ومع ذلك توجد عدة ضغوط سواء كان ضغوط عسكرية والمدينة معرضة لقصف الطيران وقصف المدفعية وغيرها، ولكن لله الحمد يعني من تجاوزنا هذه الضغوط ومستمرين ما زالنا في عملنا إلى حد الآن إن شاء الله. تحديات كبيرة تسعى الأجهزة الأمنية بمدينة غريان لتجاوزها من خلال توحيد الجهود والتنسيق الأمني المشترك لضمان أمن المدينة والمواطن. محمد النبوت، ليبيا الأحرار، غريان. أعلن مركز سبها الطبي استئناف العمل وعودة أطقمه الطبية لتقديم الرعاية الصحية لكافة السكان بالمدينة. وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية بفيسبوك أن استئناف العمل جاء بعد تشكيل غرفة أمنية مشتركة لتأمين المركز والأطقم الطبية العاملة فيه والزوار من أي اعتداءات أو خروقات أمنية. وتعرض مركز سبها الطبي لعدة اعتداءات الشهر الحالي، ما دفع العاملين فيه من العناصر الطبية والطبية المساعدة والإداريين إلى إيقاف تقديم الخدمات الطبية للحالات غير الطارئة واقتصارهم على تقديم الخدمات الطبية المتعلقة بإنقاذ الحياة فقط.
قالت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة FAO إن ليبيا ضمن 41 بلدا لا تزال بحاجة لمساعدة غذائية خارجية بسبب استمرار النزاع وضغوط التدفق الكبير للاجئين من البلدان المجاورة. وأوضح تقرير المنظمة أن النزاعات تعد السبب الرئيسي لارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي، وأن الدول التي تحتاج مساعدات غذائية خارجية هي غالبا ما تعاني اضطرابات مدنية أو نزاعات كاملة. بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كجمان مع عدد من عمداء بلديات الجنوب أوضاع المنطقة الجنوبية، ودعا كجمان خلال اللقاء إلى توحيد الجهود لتنفيذ خطة حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة، وإيقاف التعامل مع الحكومات الموازية ومتابعة تنفيذ المشروعات في الجنوب والآليات التي تضمن تنفيذها لحل مختلف المختنقات التي تعاني منها المنطقة. وجرى خلال الاجتماع أيضا الاتفاق على عقد عمداء بلديات الجنوب اجتماعات مع مختلف القطاعات لمناقشة وتذليل العوائق والمختنقات ووضع خطة لتنفيذ المشاريع المستعجلة وفق إدارة الأعلام والتواصل بالمجلس الرئاسي. اختتم وفد الرابطة الوطنية للمجالس البلدية زيارته للمملكة المغربية بعد استكمال جملة من الاتفاقيات والمبادرات. وانتهى الوفد من استكمال عضوية الرابطة باتحاد المدن والحكومات المحلية الإفريقية وتأسيس جملة من الشراكات والتعاون والعمل على إجراء التوأمة مع عدد من الجمعيات المناظرة في المملكة المغربية. ووفق المكتب الإعلامي للرابطة فإن الوفد الذي اختتم زيارته للمغرب ضم رئيس الرابطة حسين الدوادي والأمين العام محمد الحراري وعددا من عمداء البلديات. إلى أقدامس، حيث احتضنت البلدية اليومين الماضيين لقاء مجتمعي لدراسة حلول النقص الحاد في المياه بالبلدية، واستعرض الاجتماع أهم التحديات التي تواجه الوضع البيئي بالمنطقة والحلول الكفيلة لمواجهتها، حيث أكد الحاضرون أن حل الأزمة لا يتحقق إلا بإشراك الحكومة والجهات الأجنبية المانحة، معبرين عن استعدادهم التام لنقل هذه الشكاوى إلى الجهة الرسمية والمنظمات المانحة. هذا الاجتماع جاء دعوة منهم من أجل مناقشة بعض القضايا التي يعانون منها، وأهمها قضية المياه وملوحة المياه. فحقيقة استمعنا منهم وجهات نظرهم، وأكدنا على حرصنا نحن والمساعي التي بدلناها جميعا لأجل معالجة هذه القضية. أقيمت بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية ورشة عمل لتفعيل عيادات الكشف المبكر في وحدات الرعاية الصحية الأولية. وتأتي هذه الورشة استعدادا لانطلاق الحملة الوطنية لمكافحة سرطان الثدي لعام 2019. المزيد في التقرير نتابع. استعداداً لانطلاق الحملة الوطنية لمكافحة سرطان الثدي لعام 2019، شهدت قاعة محاضرات مستشفى الرازي للأمراض النفسية ورشة عمل لتفعيل عيادات الكشف المبكر في وحدات الرعاية الصحية الأولية. طبعاً المناطق المستهدفة لهذه السنة اللي هي مدينة مصراتة، مدينة غريان، ومدينة جادو، ومدينة يفرن، ومدينة جنزور، والمجمعات مجمع العيادات الذهبية بمدينة طرابلس. ستنطلق هذه الحملة يوم 1/10 تحت شعار نمط حياتك ضمان لصحتك. السنة هذه احنا بنركزوا عليه اللي هو العام الوقائي من سرطان الثدي، اللي هي تتمثل في 6 خطوات، منها هي ممارسة الرياضة هو واحدة من الخطوات المهمة. العامل النفسي وكيفية استقبال المريضة الإصابة بمرض السرطان الثدي أهم الجوانب الذي تركز عليها الحملة.
دور نحن الدعم النفسي لمساعدة الكشف عن سرطان الثدي المبكر، وذلك من ناحية تأهية المريضة في كيفية تلقيها لخبر إصابتها بهذا المرض، كذلك لكيفية استقبالها للعلاج تدريجيا، ومن ثم أيضا دعم النفسي لأسرتها وكل محيطها، ذلك عن طريق هي جلسات علاجية قد تكون فردية أو جماعية، وكل ما يخص طرق الدعم النفسي ودوره أو مساعدته في الكشف عن سرطان المبكر للثدي. منظمة الصحة العالمية تحدد شهر أكتوبر من كل عام للاهتمام بالمصابين بهذا المرض والتوعية بخطورته والتبكير إلى الكشف عنه وعلاجه، كما توصي باتباع الاستراتيجية المناسبة للوقوف على أعراض الإصابة وإجراء الفحص السريري. شرع المزارعون بمناطق وادي الأجال في جني ثمار النخيل لهذا العام، حيث تتفاوت مواعيد نضجها، وتشهد محاصيل التمور ضعفا في الانتاج لهذا العام مقارنة بالأعوام الماضية بسبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، بالإضافة إلى عدم اهتمام الجهات المختصة بوضع خطط لمكافحة الآفات. مع بداية فصل الخريف من كل عام يشرع مزارعو الجنوب الليبي في جني ثمار النخيل على غرار مناطق وادي الأجال حيث أصناف التمور وافرة. بدنا نقص إن شاء الله بإذن الله، وعندنا أنواع التمر، عندنا التاليس، وعندنا التغيات، وعندنا لادوي، هل انتشار في الجنوب الحق التاليس ولادوي والتغيات، وغلى سنة باي سنة فاتت خمس سنة دي ظروف الضي، الضي أنت عارف الضي بس ويجي المية، المية نزقوها في الشتاء بس السيف ما يديروا ميه، الشتاء تسقي ميه بدا يعطي غله بايه، بعد تعطيهم ميه يعطي غله الحق ما شاء الله. مواعيد نضج التمور متفاوته، فمنها ما يستوي بدايه فصل الخريف واخرى في نهايته، وتختلف الثمار من حيث استخداماتها، فبعضها يستهلك مباشره كتمور التاليس والتفسرت، ومنها ما يدخل في الصناعات الغذائيه كالعضوي والتغيات. انواع واشكال واجده منها التاليس والتفسرت والتغيات والسلولا والآضوي والنفوشي، وتصدر المجموعة الدرجة الأولى يعني التاليس بالنسبة لفزان يعتبر من أجود أنواع التمور، ثم يأتي التفسرت، بعدها يجي التغيات، ويجي بعدها النفوشي والسلولا، يعني هذه كلها الفسائل الأكثر منتشرة بين الفلاحين هي التاليس، عليها طلب يعني في السوق يعني تبارك الله، حتى في الساحل يعني طلب في التاليس أكثر من التغيات. كثيرة هي التحديات التي تواجه المزارعين وتجار التمور، يعد إنتاج هذا العام ضعيفا مقارنة بالأعوام الماضية بسبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي وتجاهل الجهات المختصة وضع برامج لمكافحة الآفات التي تصيب أشجار النخيل. نظمت جمعية المتوسط للفن التشكيلي مصراتة ندوة بعنوان غياب منجز الفن التشكيلي الليبي في الدراسات النقدية العربية، وناقشت الندوة أسباب الغياب ومحاولة طرح حلول لمشاكل الفن التشكيلي على الساحة النقدية العربية. كما جرى خلال الندوة معرض مصغر للفن التشكيلي كعينات لمنجز الفن التشكيلي الليبي من عدة مدن ليبية. يعني فن التشكيل الليبي والمنجز الليبي حتى الحديث يعني كان غايب على الصحافة العربية، على المجلات، على المواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المتخصصة اللي تنشر في الفن التشكيلي واللي متصدرة أن هي يعني تنشر في الفن التشكيلي العربي يعني، والقنوات قررنا أن ندير الندوة هذه ونوضح فيها يعني الإشكاليات هذين. نظمت جامعة مصراتة السبت مؤتمرا علميا حول دور ريادة الأعمال في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الليبي، ووفق القائمين على المؤتمر الذي أقيم بغرفة التجارة والصناعة مصراتة بالتعاون مع مشروع سلايدس لدعم التكامل الاقتصادي،
فإنه يهدف إلى البدء في نشر ثقافة الريادة وزيادة مساهمة المشروعات الصغرى والمتوسطة في حركة النشاط الاقتصادي. وشارك في المؤتمر وزير الدولة لشؤون النازحين واللاجئين ونائب رئيس البرنامج الأوروبي لتطوير الاقتصاد الليبي والقنصل التركي بمصراتة ومدير عام غرفة التجارة والصناعة ورئيس جامعة مصراتة وعمداء الكليات ومراقب الاقتصاد مصراتة والمجلس البلدي والمنطقة الحرة ومراقب التعليم مصراتة. هذا المؤتمر طبعا يلقي الضوء وبعمق من خلال الأوراق البحثية التي سيتم عرضها في خلال عدة جلسات، مناقشة موضوع الريادة ودورة في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة. إذن بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة. إلى العناوين: قوات الوفاق تبسط سيطرتها على معسكر الصواريخ بخلة الفرجان وتعزز مواقعها بأغلب محاور القتال جنوب طرابلس. الأعلن الدولة يطالب السراج باتخاذ مواقف رادعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه تدخلات الدول الداعمة لحفتر. وسفراء دول غربية كبرى يؤكدون دعمهم للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بصفتها المؤسسة الوحيدة الشرعية في البلاد. والمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت libelahra.tv وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.